اهلا بكم مشاهدينا، بتجدد اللقاء والتحيه مع برنامجكم العياده على قناه الحياه. والحقيقه انه مع التقدم في العمر ومرور الزمن بيبقى في اكيد تدهور للحركه والانسجه العضليه والغضاريف والمفاصل عند كبار السن، وده بيرجع لاسباب كتيره جدا، مثلا بعض الامراض اللي بتصيب الجهاز العصبي، نقص فيتامينات معينه زي الكالسيوم، زي فيتامين د، التمثيل الغذائي بيتأثر بشكل أو بآخر، فبالتالي الحركة عند كبار السن بتتأثر. في فقرتنا النهاردة هنعرف إزاي إنه نحافظ على عظامنا، على مفاصلنا، على حركتنا بالرغم من تقدم العمر، مع دكتور علاء الدين أحمد، المستشار العلمي لشركة بيكس فارما. أهلا بيك يا دكتور علاء. مساء الخير أستاذ علاء، مبسوط جدا أن أكون مع حضرتك كالعادة في برنامج العيادة. أهلا يا فندم، منورنا الله دايما. الله يخليك يا رب. هل كل اللي بيكبروا في السن بالضرورة يحصل لهم تدهور في الحركة، وبيبقى ايه برضو اسباب ناس عن ناس؟ يعني بص حضرتك، هو خلينا يعني انا عايز بس اضيف لكلمة كبار السن فضل. كمان وصغار السن برضو. يعني حاجة من 20-30 سنة فاتوا كنت هتلاقي المشكلة دي منتشرة قوي في كبار السن. وعلى فكرة هي الام العظمة او مشاكل العظمة هي بيسموه مرض تراكمي، يعني مش مثلا انت قعدت اسبوع مثلا ما تاخدش كالسيوم فظهرت عندك، لا، انت طول عمرك ما بتاخدش كميات الكفايه من الكالسيوم فاصبح عندك مشكله في العظام. طول عمرك بتمارس عادات غذائيه خاطئه او بتحرك حركات خاطئه فبيحصل عندك مشكله في المفاصل. تمام؟ ولكن هي بدايتها من الصغر. طب ليه بقى في الفتره الاخيره كمان بقى الموضوع اصبح منتشر في صغار السن بالاضافه لكبار السن؟ لان هما كل ما التكنولوجيا بتزيد كل ما الاكتيفيتي بتقل، يعني الحركه بتقل، فالحركه لما بتقل دي من ضمن الاسباب الاساسيه يبقى عندك مشكله في العضلات وبالتبعيه مشكله في العظام. تمام؟ يعني مثلا على سبيل المثال انك تقعد فترات طويله على الموبايل او قدام التلفزيون. تمام؟ وعلى فكره علمونا ان انت المفروض الحركه بتاعتك تتغير من ربع ساعه لثلث ساعه. يعني انت لو قاعد حركه معينه لازم تغيرها كل ربع ساعه ثلث ساعه. السواقة مسافات طويلة دي رقم اتنين. رقم تلاتة الفاست فود على فكرة، اللي هو الوجبات السريعة. ليه الوجبات السريعة؟ الوجبات السريعة بتبقى وجبات مصدر فيها الملح كتير شوية، الملح ده عبارة عن صوديوم كلورايد، فالصوديوم لما يخش جسم الجسم بيطرد الكالسيوم، فالكالسيوم هو المسؤول عن المسؤول عن العظم، وانت اوريدي ما بتاخدش العظم ما بتاخدش الكالسيوم بالكميات الكافية من صغرك، فاذا حتى شوية الكالسيوم اللي عندك خرجوا عن طريق الفاست فود. عشان كده تلاقي ممارسه الرياضه بس بطريقه خاطئه. يعني المفروض لما تروح الجيم لازم بتتمرن تحت ايد حد متخصص. حتى الكوتش اللي انت لابسه ما ينفعش تلبس اي كوتش، فتلاقي الحاجات دي كلها اصبح المرض ده منتشر من الصغر، وهو بدايته على فكره بتبقى من الصغر. وميزه بقى لما انا احلل لك المشكله دي من الصغر كوقائي في صوره مكملات غذائيه بتقدمها لنا النهارده شركه بيكس فارم، مجموعه متكامله من كورس عظام متكامل بيسيطر لك على كل مشاكل العظم او المفاصل. عظيم. تمام؟ طيب المفاصل وزي ما اتفقنا المفصل التقاء اي عظمتين ببعض عن طريق الاربطه والغضاريف. يبقى انا عندي هنا قصه، لازم احافظ على الاربطه ولازم احافظ على الغضاريف، وعلى فكره الغضاريف هي المخدات اللي بتمنع احتكاك العظم ببعض. بس الغضاريف كمان بينها سائل اسمه الهيرونيك اسيد. طيب الاربطه والغضاريف والهيرونيك اسيد ده اوريدي الجسم بينتج مواد عشان يحافظ على كفائته. ايه هم التلات مواد اللي الجسم بينتجهم واصبح لا ينتجهم بالكميات الكافيه؟ الهيرونيك اسيد اللي هو السائل اللي موجود ما بين الغضاريف، جلوكوزامين والكوندروتين دول مسؤولين عن الاربطه والغضاريف، ولكن اصبح الجسم لا ينتجهم بالكميات الكافيه عشان يحافظ على كفاءه الاربطه والغضاريف. عشان كده انا بديهم لك في صوره مكمل غذائي من شركه بيكس فارم اللي هو الجوينت بيكس. الجوينت بيكس ده عباره عن ايه؟ ودايما بيقولوا عباره عن خمسه وبيعمل خمسة وخميسة بقى. ايه الخمس حاجات اللي موجودين في الجوينت بيكس؟ جلوكوزامين والكوندروتين والهيرونيك اسيد اللي احنا قلنا الجسم اصبح ينتجهم بالكميات الكافيه. جلوكوزامين بتركيز 500 مللي جرام والجسم بيحتاج في اليوم 1500. انا بديهولك في صوره كبسوله واحده من في الجوينت بيكس. كوندروتين بتركيز 100 مللي جرام، الهيرونيك اسيد بتركيز 50 مللي جرام. يبقى على فكره الهيرونيك اسيد ده اللي هو انت ساعات بتحتاج انك تحقنه، بس انا بديهولك في صوره كبسوله اللي هو الجوينت بيكس. هو هي هنا السؤال اللي عايز اعرفه، الهايلوريك اسيد بيتقال انه بيتحط على البشره كمان؟ طب ده ليه؟ هو على فكره هو على فكره ده احنا بقى نعمل لها حلقه تاني ليه بيحصل مشكله في البشره. مشكله بتبقى في العضلات، فاذا هي برضو قصته قصه عضلات على فكره. اللي بيحصل انكماش في البشره،
فهو اصلا الهيالورونيك اسيد ده من ضمن الحاجات محتاجة بتاعته فقرة دي. محتاج ان هو بيعمل تمدد في العضلات بتاعت الوش فبيدي نضاره للوش. عظيم. بس ده مش موضوعنا النهارده، احنا الموضوع اللي هنتكلم فيه في كورس العضل. يبقى انا دلوقتي عملت ايه؟ اديتك الكلوكسامين والكوندروتين والهيالورونيك اسيد اللي الجسم اصبح لا ينتجهم بالكميات الكافيه. لما اديتك بقى الثلاث حاجات دول ايه اللي يحصل؟ انا حافظت لك على كفاءه الاربطه والغضاريف. الحاجه الثانيه سهوله الحركه، لان هي الحركه بتحصل مشكلتها لما السائل ده يقل. الحاجه الثالثه اللي هي سلامه العظام. بس انت دكتورنا قلت لنا ان هو عباره عن خمسه وبيعمل خمسه. في حاجتين كمان في الجوينت ميكس، اللي هو مستخلص البرومالين، اللي هو مستخلص الاناناس، ده مضاد للتورم، لان بعض الناس اللي بيبقى عندها مشكله في المفصل بيبقى عندها مشكله، بيبقى عندها تورم، فبديك مستخلص الاناناس البرومالين مضاد للتورم. الحاجه الاخيره اللي هو مستخلص الجنجر ومستخلص الزنجبيل، ومعروف ان الزنجبيل ده اقوى مسكن الالام. يبقى ايه الخمس حاجات اللي بيعملوا مسكن الالام؟ سهولة الحركة، مضاد للتورم، محافظة على الأربطة والغضاريف، وسلامة العظام. جميل. يبقى احنا كده حددت لك مشكلة المفصل. ولما بتكلم على مشكلة يعني انت بتعاني من طقطقة، بتعاني من ألم في المفصل. على فكرة ألام المفصل ألام مبرحة، وخشونة الركبة ألامها بتبقى مبرحة جدا. طبعا. لا الست تقدر تقوم بعمل البيت، ولا الراجل يقدر ينزل شغله، ولا يمارس حياته، ويقول لك انا مش قادر اصلي فبيصلي على كرسي. كلها على فكرة بتأثر في الحالة النفسية بتاعت الشخص. فاحنا بقى بما ان انا بديك مكمل غذائي ممكن تاخده من سن 12 سنه كوقائي عشان ما تعانيش من هذه المشكله. ولو بتعاني من هذه المشكله بتاخده ما فيش اي مشكله خالص. هي الجرعه بتختلف، تاخد كبسوله واحده لو كوقائي، تاخد كبسولتين لو علاجي بالليل. طيب جميل، احنا اتفقنا ان مشكله العظم دي مشكله تراكميه، انت ما بتاخدش كميات الكفايه من الكالسيوم، يبقى انت عندك نقص في الكالسيوم. عشان كده حطيت لك المكمل الغذائي الثاني بتاعنا اللي هو سيد زيت بيكس، اللي هو مصدر للكالسيوم، ومحطوط الكالسيوم فيه في صوره الكالسيوم ساترات. وعلمونا ان الكالسيوم ساترات لا ياثر ولا يتاثر بالمعده، عكس الكالسيوم كربونيت اللي موجود في السوق. عشان كده معظم الناس اللي بتاخد الكالسيوم في صوره الكالسيوم كربونيت يقول لك انا باخده بس بيحصل لي قرصه معدتي. انا تغلبت لك على هذه المشكله ان حطيت لك الكالسيوم في صوره الكالسيوم ساترات، وبتاخد قرص واحد بعد الغداء. بعد الغد. بس احنا عندنا مشكله قبل كده اللي هي الاساس اللي بنعمل عليه، ان احنا عندنا نقص فيتامين زي ما حضرتك قلت في المقدمه. واتفقنا ان انت لو عملت تحليل لمعظم الناس هتلاقي 90% من الناس عندها نقص فيتامين د اللي هو اقل من 30. حطيت لك بقى المكمل الغذائي التالت بتاعنا اللي هو الفي دي بيكس. تركيز الفيتامين د فيه 2000 وحده دوليه، والجسم بيحتاج من 2000 ل 4000. يعني ايه الجسم محتاج من 2000 ل 4000؟ يعني انت لو بتشتكي من اعراض نقص فيتامين د، ارق، كابه، سمنه، الام في العظم، تاخد قرصين الفيديبكس اللي هو هيبقى 4000. لو انت عايزه كوقائي عشان ما يجيلكش نقص في الفيتامين د، هتاخد قرص واحد بعد الفطار. يبقى انا كده حددت لك مشكله نقص فيتامين د. وعلى فكره الفيتامين د هو المسؤول عن امتصاص وترسيب الكالسيوم في العظم. الحاجه الرابعه ان انا دايما كريم مساج اللي عايز يروح يمارس رياضه وعنده مشكله باي الام في العضلات، مديك انا النهارده الروبكس، وهو المكمل الغذائي الرابع بتاعنا، عباره عن كريم مساج مره الصبح ومره بالليل، عباره عن الاوكليبتس، وعباره عن المنتول اللي هو النعناع، وعباره عن القرنفل اللي هو القرنفل. القرنفل معروف اي الم في سنانك يقول لك حط القرنفل عشان مسكن قوي الالام. والمنتول اللي هو باسط العضلات، وبديك الاوكليبتس اقوى مسكن الالام. عظيم. مره الصبح ومره بالليل. قبل ما نروح للمنتج الاخير او الخامس، خلينا نروح نشوف تقرير يا دكتور عن حالات او حاله استخدمت الباكج دي كلها على بعضها او الكورس على بعضه، ونرجع نكمل مع دكتور علاء الدين احمد. انا اسمي اسماء، 33 سنه، بيتطلب شغلي ان انا اقف تقريبا 24 ساعه. طبعا من سنتين حسيت بألم شديد في الركب وفي الرجلين، وكان بيجيلي شد من أعلى الرقبة لأسفل الظهر. الناس وصفولي كورس بيكس فارما، جربته تقريباً بقالي شهرين ماشي عليه. أنا بقيت أحسن كتير، رجلي دلوقتي الحمد لله بقدر أقف فترة طويلة، حتى شغل البيت بقيت الحمد لله بانتظام، الصلاة في الوقوف والقعاد بقيت أحسن الحمد لله. طبعاً أنا بنصح كل الناس اللي ما استخدمتش بيكس فارما إن هي تستخدمه، هو فعلاً كويس جدا، وانا حسيت بتحسن معاه جدا جدا جدا. انا هدى محمد، عمري 36 سنه، ولدت كذا ولاده، مع اخر ولاده ابتديت احس بالم جامد قوي في عظمي، في دراعاتي ورقبتي وظهري وركبي كمان، كان الوجع جامد جدا، عظمي وجعني جدا، ما كنتش قادره خالص من الوجع. الناس نصحوني بكورس بيكس فارما، فعلا لقيته ممتاز جدا لالام العظام وللحاجات الوجع اللي كنت بحس بيه في رجلي وظهري وايدي،
ابتدى يروح يتلاشى. انا بقالي شهر ونص باخده، هو المفروض الكورس 3 شهور بس، فعلا حسيت بفرق جامد جدا من الكورس ده. انا بنصح اي حد عنده الام في العظام ان هو ياخد كورس بيكس فارما، وبشكر بيكس فارما على النتيجه المذهله الجميله جدا اللي انا حسيت بيها دي. رجعنا من التقرير ولسه دكتور علاء الدين معانا. ودكتور علاء، يعني في ناس كانت بتشتكي من حاجات معينة ومع الكورس اختفت الحاجات دي، ايه اللي ممكن يكون بجانب العظام والمفاصل ممكن يكون برضو الكورس ده بيساهم في علاجه كمان؟ طيب خليني بس، لانه مليان فيتامينز الحقيقه. خليني قبل ما ابتدي في الكورس، احنا النهارده عشان احنا موجودين مع حضرتك، الشركه مقدمه اوفر للساده المشاهدين، اللي ياخد كورس شهرين بنديله ديسكاونت 20%، واللي باخد كورس 3 شهور بندوله ديسكاونت 30%، زائد ان مصاريف الشحن مجاني. وعلى فكره الكورس مور اكونوميك جدا، يعني يناسب جميع افراد الاسره، مور اكونوميك. يعني انا بقى بنام مع حضرتك وبنام مع السلام مشين، بشكر شركه بيكس فارما اللي هي منزله الكورس بالسعر ده، كورس كامل فيه خمس حاجات بالسعر ده، حاجه هايله يعني، اشكرهم يعني. طيب جميل. قصرتي لان يبقى كده حضرتك الكورس ده بيقدم حاجه الخمسه بتاعته، اللي هو بابا نويل بقى الكورس ده كله، اللي هو الالم مالتيفيت. والالم مالتيفيت خلي بالك حضرتك مش هتلاقي في اي مكمل غذائي في السوق او اي فيتامينات ومعادن فيها 13 فيتامينز ومعادن. هو لم كل فيتامينات والمعادن اللي حضرتك محتاجاه وحطها لك في قرص واحد، وحتى لما ما كانش فيهم فيتامين د احنا حطينا لك في صوره الفيتا باكس، هو كان ناقصه فيتامين د احنا حطيناه في الفيتا باكس. ايه بقى الفيتامينات والمعادن اللي موجوده في الالم مالتيفيت وبتعمل ايه بالظبط؟ اول حاجه عندنا فيتامين سي بتركيز 500 مللي جرام، وعندنا الزنك بتركيز 23.9، وعلى كده تركيز الزنك ده اكبر تركيز موجود في اي مكمل غذائي. والجائحه اللي احنا مرينا بيها علمونا ده، الناس كلها عرفت الزنك وعرفت الفيتامين سي، لان الزنك وفيتامين سي هم مسؤولين عن رفع كفاءه جهاز المناعه. عشان كده بنقول من ضمن الحاجات اللي بيعملها الالم مالتيفيت اللي هو رفع كفاءه جهاز المناعه، تمام؟ وزمان كنت بتروح تاخد الزنك لوحده والفيتامين سي لوحده، فندهم لك كلهم في قرص واحد. كمان في مجموعه بي كومبلكس، وعلى فكره من ضمن المجموعه اللي بتاعت بي كومبلكس اللي هو البي 6، والبي 6 مسؤول عن عمليه التمثيل الغذائي. يعني دايما حتى الناس اللي بتعمل انظمه غذائيه يكتب لها فيتامين بي 6، هحط لك برضه في القلب مالتيفيت. وفي بي 12، وبي 12 ده اللي هو الخاص بالاعصاب، يعني تلاقي دايما مريض السكر يقول لك انا بيبقى عندي مشكله، فكان يكتبوا له البي 12 حتى في صوره حار، انا حاطته لك في جوه القلب مالتيفيت. كمان في الفوليك اسيد، الفوليك اسيد ده علشان الناس اللي بيبقى عندها نقص في نسبه الهيموجلوبين في الدم، وخاصه الستات الحوامل. أيوة. فانا مديهولك برضو في قرص القلب مالتيفيت. كمان في الكالسيوم، بما ان احنا بنتكلم على كورس كالسيوم كورس عضل، فمن ضمن مكونات الكالسيوم عشان مشاكل الام العظام. الحاجه اللي برضه فيه الكبر اللي هو النحاس، اللي هو بيرفع من كفاءه جهاز المناعه ومصدر للطاقه، وكمان بيقلل مرض الشيخوخه. عشان كده بيقول المالتيفيت ايه؟ مصدر للطاقة. عشان كده بتاخده بعد الفطار عشان تقدر تمارس حياتك اليومية بنشاط. كمان بيرفع من كفاءة جهاز المناعة. الحاجة الثالثة ان هو بيقلل اعراض الشيخوخة. الحاجة الرابعة ان هو بيحسن عملية التمثيل الغذائي. التمثيل الغذائي يعني انت تستفيد من اي اكل بتاخده، واحنا اتفقنا ان مشكلتنا مع الام العظم ان هو مرض تراكمي. يعني انت من صغرك وانت بتاخد ما بتاكلش الحاجات اللي فيها مصدر لفيتامين د او الكالسيوم. فالنهارده لما تاخد اي اكل هتستفيد منه بالصوره الصحيه. طيب تاني قبل ما تساليني، العرض اللي الشركه بتقدمه النهارده عرض الشهرين هتاخد ديسكاونت 20% زائد مصاريف الشحن مجاني، عرض الثلاث شهور هتاخد ديسكاونت 30% زائد مصاريف الشحن. وعلى فكره برضو من ضمن الحاجات اللي بتقدمها شركه بيكس فارما ان ارقام التليفونات اللي موجوده على الشاشه بيرد عليك فريق متخصص، بياخد منك كل الداتا وبيعمل لك فاير وبيتابع معاك كل 15 يوم علشان يطمئن تماما ان انت ماشي معانا في الرايت تراك، وبنتغلب على المشكله اللي احنا انت كنت داخل العياده بتعاني من مشاكل العظم، احنا حلينا لك هذه المشكله في صوره مكملات غذائيه. الباكج يا دكتور على بعضه بيكفي شهر صح؟ لان حضرتك بتقول لو خدت اثنين باكج يبقى في 20، لو خدت الله ينور حضرتك يعني الكبسولات تكفي شهر، من كله يكفي شهر. حضرتك هتاخد العلبه. وعلى فكره ليه احنا برضو شهرين وثلاثه؟ لان انت المفروض الكورس بتستمر عليه من شهرين ثلاث شهور، هو وبعدين ثلاث شهور وبعدين بعد ثلاث شهور بقى خلي بالك هتعالج المشكله وتخش بقى مننا ايه؟ نخش بقى نبتدي كوقائي. يعني انت بتاخد ثلاث شهور تغلبنا على المشكله، بعد كده احتفال ان انت بتاخد مكمل غذائي فهتمشي عليه انك بتاخده كوقائي،
عشان المشكله ما ترجعلكش تاني. احنا بنشكرك يا دكتور، نورتنا دكتور علاء الدين احمد المستشار العلمي لشركه تكس فارما، وكمان بنشكركم مشاهدينا، ودايما خليكم معنا في العياده على قناه الحياه.